أبطال عايشين مش خايفين رغم الأخطار اللي شافوها بشجاعة دول أخذوا قرار دايماً دول مش المشوار في السكة حفر أو أحجار قتلتهم لكن هزموها صدق إن الرعي لخرف في حظاير تانية كتير صدق اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين ومع الاخت المباركه زينب بنكمل جولتنا في بيت شهرايا الاسلام وهنشوف معاها مين النهارده شهرزاد الحلقه النهارده فمع حضراتكم بنرحب بالاخت زينب اهلا بيكي يا اخت زينب اهلا بيكي ورحله جديده في بيت شهرايا الاسلام النهارده رحله شيقه خالص باذن الرب شكلنا مطولين معايا يعني. رحلتنا طويله معاك انا هفتقدهم لما يخلصوا مش هيخلصوا دلوقتي شكلهم واخدين وقت معانا عشان كانوا كتار يعني حتى الصحابه كانوا بيقولوا ان اكتر واحد ويمكن نسمعه في الحلقه النهارده ان اكتر واحد كان مكثر من النساء هو الرسول فهو مطولين معاه فممكن في البدايه تصلي لنا قبل ما نبدا اتفضلي يا أبانا السماوي نشكرك ونعظم اسمك القدوس يا رب جايين بكل ايمان يا رب بنحط الوقت اللي جاي بين ايدك يا رب يا رب نعلن بكل فرح عن صلاحك وعن محبتك لكل خلقتك يا رب جايين يا رب نعلن عن النور اللي في كلمتك وفي وصاياك اللي احنا لمسناه يا رب واللي بيبدد كل ظلمة يا رب وبيبدد كل تعاليم شيطانية مضللة عن معرفة شخص الله الحقيقي يا رب نعلم انك محب للبشر يا رب واؤمن يا رب ان في نفوس النهاردة كتير قوي هتشوفنا يا رب مش صدفة لكن يا رب انت على موعد معاهم يا رب بزيارة خاصة منك تفتقد حياتهم يا رب وتبدل ظلمتهم للأبد يا رب يا رب بصلي انك تجرد كل الأذهان اللي هتسمعنا يا رب من كل شك في كلمتك وفي خلاصك للجميع انت وحدك يا رب كل القدرة تحررهم من سلطان إبليس يا رب بحط بين ايديك أختي نورة إخواتي في قناة الكارما واحد واحد يا رب محفوظين في نعمتك وفي رعايتك قيادة وإرشاد روحك القدس يا رب لكل عمل يمجد اسمك وبركات مضاعفة على حياتهم آمين امين امين باسم يسوع. طيب قبل ما نبدا جولتنا في بيت شهرايا الاسلام النهارده مع الاخت زينب لينا بس تعليق كده على الامور اللي حدثت الايام اللي فاتت زي موضوع مقتل الصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو عقله واللي حصل واعتراض المسلمين على ان هي مسيحيه ولا يجب الترحم عليها على اساس يعني وانا ما اعرفش بيستند على ايه المسلم في ان هو يعني يحكم على الاخرين ان مجرد ان هو ترحمه عليها هيدخله الجنه على اساس ايه انت بتعمل كده وحضرتك نفسك مش ضامن الجنه انت اصلا لما بتيجي سيره الجنه بتخاف ويقشعر بدنك وتقول الله اعلم انا مش عارف يعني بعد اللي انا هعمله ده كله وهل اله الاسلام كاتب عليا ان انا سعيد ولا شقي ما هو الموضوع باراده اله الاسلام وبمشيئته انك انت لو عملت الكويس طول حياتك وكان كاتب عليك انك انت من اهل النار وعملت كل الصالحات في حياتك لكن هو من قبل ما انت تتولد او من وقت ولادتك كتب عليك انك انت شقي هيخلي الكتاب يغلب عليك الكتاب وتعمل عمل اهل النار ويدخلك النار فالموضوع اصلا مش مضمون عندك فانت على اي اساس بتقرر ان ده يعني تترحم عليه علشان يعني هيدخل الجنه ولا لا عشان تقول مسواه الجنه انت اصلا يعني ما انتش ضامن ان مسواك الجنه لكن نشوف كده تعليق الازهر احنا مش بنلوم على الناس اللي بيقولوا كده لان دول كلهم ضحيه التعليم وخلينا نشوف على راس التعليم تعليق الازهر لما يعني عمل البوست ده عشان يعز يعني بيقول يؤكد الازهر ان هذه الجريمه بحق الصحافه والصحفيين تبرهن بقوه امام العالم على بشاعه هذا الكيان الغاشم وما يقوم به من ارهاب وجرائم حتى بحق صحفية لم تحمل سلاحا ولم تقتل ولم تضرب ولم تكن جريمتها إلا أنها فلسطينية وأنها صحفية تنقل الصورة والحدث وتوصل صوت المظلومين طبعا احنا مش هنعلق لكن هناخد تعليق الأستاذ المسلم اللي هو كتب تعليق عليه لأن شيخ الأزهر ولا كتب يعني ربنا يرحمها ولا عزاء لأسرة ولا أي حاجة هو كده التعليق بس عايز يضرب بس في اسرائيل وخلاص فبيقول الاستاذ احمد بيقول ما فيش ربنا يرحمها ولا ندعو لها ان يتغمدها برحمته ولا سيادتك بتاكد على انحيازك لمن يمسكون بمفاتيح الجنه
ورحمات الله بين ايديهم، مفيش فايده فيكم للاسف. وانا بصراحه ما اقدرش اقول جمله يعني فيها الفايده قد ما الاستاذ احمد قال ان مفيش فايده فيكم للاسف، وانتم معذورين، لان انتم هي دي التعليم اللي انتم خدتوها، وهي دي التعليم اللي انتم بتعلموها للاسف للشباب اللي انتم بتعلموه، اللي هم ضحيتكم وضحيه التعليم دي. ومن ضحايا التعليم دي لو نشوف مع بعض الطلاب جامعه الازهر اللي خاضعين لمبادئ هذه يعني هذا التعليم، بيقول كده لما بتكلم ان انسانيا واحد زي دكتور مجدي يعقوب بيقدم ولا بيقدم الخير للجميع، وبيعمل عمليات وبيحاول انقاذ ناس على قد ما يقدر القلب المفتوح. فهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا اللهم اكرم عبدك مجدي يعقوب بالموت على الاسلام. يعني الراجل بيعمل لكم ولا قال لكم جنه ولا نار ولا اسلام ولا مسيحيه، لكن بيعمل خير لان هو قلبه مليان بالخير. اتعلم المحبه وتعلم يعطي من غير مقابل، لان المسيح علمه كده، لان الرب يسوع علمنا كده، ملأ لبنا بالمحبه بمحبته، لان مكتوب ان الله محبه، خلاه يعمل الـ 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 الخير بدون ما ينتظر مقابل، لان هو ده اللي عمله المسيح، انه احبنا بدون اي مقابل. لكن هي دي تعليم الاسلام. والقاسم المشترك في كل الحوادث اللي بتحصل دي هو الاسلام طبعا، وتعاليم الاسلام، ونبي الاسلام اللي هو اله الاسلام. ما يعني دي حقيقه، المسلمين بيعبدوا محمد اكتر ما بيعبدوا الله، ده اذا كان اصلا قدامهم الله في الصوره، هو الاكتر ان هو بيعبد محمد، ووراه نمره واحد محمد، نمره اتنين اله الاسلام. لما اتكلمت الطالبه النيجيريه في الجروب على الواتساب مع اصدقائها ان يا جماعه الموقع ده او الجروب دوت ده احنا بنتعلم احنا في جامعه، وقالت بلاش تتكلموا عن رسول الاسلام وبطولاته، حصل لها اللي احنا شايفينه ده للاسف. اتلموا عليها يعني زمايلها المسلمين ورجموها وضربوها وفي الاخر حرقوها. طبعا في الفيديو التكبيرات الله اكبر ومعرفش ايه اكبر، ده ايه اكبر اللي ما بيرتاحش غير بالضحايا، بالدم الضحايا، بالعنف، بالقتل والنار والذبح. انا معرفش يعني ايه مشكلتك انك انت بس عايز تدافع عن اله الاسلام. اي حد يتكلم ما قالتش حاجه، يعني تعليق بسيط، حتى المسلمين نفسهم يعني يعني عدد منهم برضو يعني في ناس برضو بتفكر يعني يعني اعترضوا على اللي حاصل دوت. لكن اللي يتكلم على رسول الاسلام ومحدش عنده اجابه لكن مليانين بالتعصب يموتوا الشخص. طيب لو الكتب هي اللي بتجيب سيرته وبتتكلم عن اخلاقه وعن تصرفاته اللي هم خجلانين منها حقيقي وبيقتلوا اي حد يتكلم عنها، نحرق الكتب دي، نعمل ننقح الكتب دي، نشيل الامور اللي تشوهه. انا مش عارفه يعني امتى هتكونوا كده، بنصلي ربنا يرحمكم. اخر حاجه ممكن نعلق عليها كمان المهاجر العراقي اللي استقبلته المانيا، اهو استقبلوهم في المانيا وفي اوروبا بشكل عام وفي كل الدول بالترحيب وبالورود وبالمحبه وبالقلب المفتوح ليهم، وفي الاخر طعن، يطلع القطر ويطعن خمس افراد. ليه؟ ليه كده؟ هي دي الرسالة اللي انت جاي بيها؟ هو ده الاسلام اللي انت جاي تقدم السماحة بتاعته للعالم؟ من فضلكم يا جماعة فكروا، ارجوكم فكروا، ليه كل الارهاب كده وراء الاسلام او رسول الاسلام او الدفاع عن رسول الاسلام؟ انا مش عارفة. طيب في قبل ما ابدأ مع الاخت زينب في مكالمة من مصر، الاستاذة شوقية فوقية، انا بعتذر، الاستاذة فوقية، فناخدها عشان بس لا نفقد الاتصال. اهلا بيكي يا استاذه فوقيه. تحياتي ليكي والاخ الجميل اندرو حبيب، ربنا يباركك، اهلا بحضرتك. يا رب يخليك. بالنسبه للي هم مش عايزين يترحموا على شيرين ابو عقله، معاني يا استاذ؟ طبعا حضرتك معانا، اتفضلي. ايوه، ابو بكر الصديق نفسه قال لو احدى قدماي، ايوه كملي بقى حضرتك. ايوه لن امن من مكر ربي. طب هو كان الاولى ان هو يدعي لنفسه، صح،
اللي هم متخيلين ان بدعواتهم ان الشيرين ابو عقل هتخش بيها الجنه. وانا قلت لهم ان المسيحيين مش منتظرين جنه. صحيح. هم منتظرين الحياه ولا عايزينها ولا عايزين الجنه الانسان. والبنوه الالهيه. طبعا. مع تحياتي. شكرا. شكرا شكرا على مداخلة حضرتك، ربنا يباركك. طيب قبل ما نبدأ برضو مع أختنا زينة في يعني موقف يعني يعني يعتبر إلى حد ما كوميدي، يعني امبارح عين بيقالوا إن عين أبو الهول اتقفلت لوحدها، وكل الناس يعني ابتدت يعني تتجه وتشوف ايه اللي حاصل. والحقيقه ان ورا الامر ده بيقال ان في برديه مكتوب عليها ان لما يتقفل عين ابو الهول يبقى رع هيجي تاني، عشان هذا هيكون يعني سبب في نهايه العالم، او رع هو هيكون المخلص. الفكره والتعليق اللي انا عايزه اقوله ان المخلص ده في ذهن البشريه من في كل الحضارات، ومن اول ما الخليقه يعني اتعملت، ان موضوع في قلب الانسان ان في مخلص، ان في عظيم، ان في قدير قادر يترفق بيه وبخطاياه وبذنوبه ويحمل عنه الامور ديت ويوصله بسلام للمكان الامن. اذا كانوا المصريين قالوا وكتبوا ان منتظرين رعى المخلص، او المسلمين منتظرين المسيا او المسيح المسيح يجي ويقتل المسيح الدجال، او اليهود ما زالوا منتظرين المسيا، عايزين نقول للناس دي كلها المخلص جه يا جماعه، المخلص جه وقال لكم انا بحبكم، ان الله احب العالم وانا جيت، اقبلوا محبته واقبلوا خلاص. فبنصلي من اجل الجميع. ومع حضراتكم مره تانية بنرحب بالاخت زينب، وبعتذر لك على التاخير يا اخت زينب. لكن في البدايه لو عندك مهمة. اي تعليق على الـ الامور اللي حصلت بسببها الاسلام. لا انا كنت عايزه اعلق، وبتعرضي الفيديو بتاع البنت بتاعت نيجيريا، مهم جدا نلفت نظر المشاهد ان اللي عملوا كده طلاب جامعيين، اصل دي تحطي تحتها خط بالزبط. يعني دي الفئه المتعلمه، فدول الفئه الجامعيه، ما بالك بقى عشان احنا ساعات بندي اعذار اصل ده مختل عقليا، اصل ده جاهل، اصل ده تلاقيه في المستوى البسيط من الناس. لا ده دول الفئه المتعلمه المثقفه اللي عملوا كده في زميلتهم. وعارفه بقى جوايا وانت بتحكي وبتحصدي اللي حصل في الفتره اللي فاتت، جوايا كده حاسه صوت ربنا بيقول ومن ثمارهم تعرفوهم. ما هي دي الثمار. صحيح. يعني احنا نشكر ربنا الكتاب المقدس جاوب لنا على كل حاجه بتحصل في الوقت الحالي، ففعلا هي دي الثمار. يعني ما بتقعدي تجبري وترعرعي ناس واطفال واجيال على حاجات شيطانيه كلها، الثمار هتطلع ايه؟ ولا حاجه. صحيح. هو يعني احنا متوقعين بحور من الدم طول ما احنا مش بتخلص بنحارب. ما هي عيني مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها طلعت. يعني بصي اي بصيص نور بيحاول يقول لا، او ده ظلمه، او ده مش الله. يعني قلتي من شويه، قلتي طب ما ربنا ما فرقش. ده مش بس كده، القانون الالهي للطبيعه لو هو تفكر زي ما كتابه امره يتفكر، القانون الالهي للطبيعه لو بس تامله هيلاقي ربنا ما فرقش. هو ربنا النهارده لو انا كافره وعندي ارض وانت مؤمنه جدا من وجهه نظر المسلمين والارض بتاعتك جنبي، وربنا لما بينزل بالمطر على الارض مش بيروي الاثنين؟ ولا بيميز بيني وبينك في الخير اللي نازل؟ فقانون الطبيعه يعني مش والأبرار. محتاجين نروح لصحيح مسلم، ومش محتاجين نروح للقرطبي، ومش محتاجين. ربنا مش عامل منهج يعسفنا، ربنا تقدري تستدلي عليه من حتى قانون الطبيعه اللي هو خلقه، يعني بيعلن لك ذاته برحمته في كل حاجه. طبعا هو اله الكل، يشرق شمسه على الاشرار والابرار. محتاجين الاول ان احنا ناخد قرار نطلع بره القطيع، ونبدا بكل جراه نقول ده مش الله، دي مش تعاليم الله. وانا اكتر حاجه بقيت اليومين دول فعلا بصلي من اجلها ان الانسان يجيله جراه، وربنا يديهم عينين تشوف الحق بوضوح. لان صحيح. على قد ما الزمن صعب ومحبط وبنشوف قبح فظيع، بس مجد ربنا بيبان جدا في الوقت ده، لان في ناس بتبقى محتاره زينا كده بيقدروا يميزوا قوي بين الاسود والابيض. طب احنا يا اخت زينب، يعني احنا دلوقتي بنعرض اللي موجود في الكتب واللي بيقروا شيوخ المسلمين، وبنعرض فيديوهات، ليه هم بنعرض يعني اللي عمله رسول الاسلام؟ ليه هم بيزعلوا وبيتضايقوا لما بنعرض؟ احنا جماعه
احنا بنعرض لكم، احنا بنقول لكم تقريبا انا مش متابعه، احنا تركنا الاسلام ليه؟ هم زعلوا، ليه بيزعلوا؟ زعلوا. كان في، انا ما بشوفش الحقيقه المسلسلات الدراميه وكده، بس سمعت ان في مسلسل الازهر اعترض عليه قوي لانه كان بينفر الناس من التعاليم الدينيه الشيطانيه اللي بتؤدي لدم وارهاب وكذا وكذا. لما قعدت ابص وشفت الحصاد الاسلامي عمله مثلا في خلال شهر رمضان كده، ما احنا دايما شهر رمضان ده مرتبط بالجرائم الفظيعه طبعا، لان دي كانت احدى الاكاذيب اللي انا اكيد ذكرتها قبل كده ليا وانا طفله، يعني ما كنا نحس كذبه بيضة كده قالوها لنا هي كذبه سودة. ان في رمضان الشياطين بتكبل فبالتالي ما فيش جرائم، ما فيش جرائم وما فيش اي حاجه، يعني كله بيس خالص. فاكتشفنا ان لا، الصيام وطبيعه الصيام اللي بيصوموه وطبعا مفهوم الصيام ان هو يظهر ده للناس فبيخليه عبوس جدا وعصبي جدا وبتحصل جرائم رهيبه. فلقيت الحصاد الاسلامي مش بس، يعني في مقتل راجل في باكستان بالضرب المبرح لاتهامه بازدراء الاسلام ده في نفس التوقيت، وبعد كده الراجل المسيحي اللي في مرسى مطروح ما هو ده اشعلوا النار في جثته برضه، وبعدها البنت بتاعت نيجيريا. يعني قصدي اقول الثمار كتير طبعا. وزي ما بتقولي قلتي كلمة حلوة جدا، يعني يا رب تلمس قلوب ناس كتير النهاردة. أي أكبر يعني فعلا لما أنت تلاقي أن إلهك ما بيرضيهوش غير الدم، مش محتاج غير أنك تجاوب على سؤال أنت بتعبد مين. صحيح. إله الدم هو يبقى مين؟ قتل للناس وحصد النفوس. صحيح. هو إبليس. صحيح. هو إبليس. حقيقي. طيب يلا بينا بقى على شهرزاد النهاردة. شهرزاد النهارده دي ضحيه كبيره بقى، يعني حرام، دي ضحايا زي اللي بيحصل كده دلوقتي. صحيح. يعني لما تبصي للجرائم دي وقعدت ابص على الغزوات تفرق ايه؟ اقل بكتير بشاعه من غزوه بني قريظه مثلا، من غزوه ابن المصطلق اللي احنا هنقولها النهارده. فالنهارده شهرزاد هي نمره 8 اللي هي جويريه بنت الحارس. جويريه بنت الحارس بنت ابي درار المستلقيه الخزاعيه، اتجوزها وكان عمرها 20 سنه، هو كان عنده 58 سنه وكانت متزوجه. ومش قادره اقول اتجوزها، يعني انا رافضه، لان انا لما بحضر بقرا المصدرين فالروايه الاسلامي تقول لك اتجوزها. لا، هو قتل جوزها في الغزوه وقتل قبيلتها كلها، وقتل القبيله كلها، واللي باقي اللي عاش منهم خدوها غنيمه وسبي جواري وعبيد. وحتى الكلمة اللي هم بيجرؤوا ويستخدموها وفرحانين باللغة العربية جدا لبلاغتها، لما ترجعي لبلاغة اللغة تبقى غنيمة، يغنم حاجة، دي معناها في اللغة العربية بصرف النظر عن الأديان، اللي هو ما يأخذ شيء غير مستحق لي، وهو براود جدا يقولك غنيمة. طب ما انت استوليت على حاجة مش بتاعتك. ده غير طبعا صورة المشهد وانت بتقري وصورة الوحشية ان هم ياخدوا الستات، وسوري يعني في جزء كبير قوي مش هنعرف نذكره، انا بدي دايما هنت ان اللي بيحب يعني ومهتم بخلاص نفسه يروح يقرا بقى في الهنت اللي احنا بنقوله، طريقه بيعهم وطريقه ممارسه الحاجات الصعبه جدا معاهم في وقت السبي، وطريقه طبعا اللي احنا دايما نقولها مرارا وتكرارا توظيف الله في المواقف اللي بتخدم شهواتهم، وطبعا هو على راسهم، وتوظيف جبريل في ان يعني ينزل قوي ويزدري هو بقى، مش ازدراء الاديان، يزدري هو بالذات الالهيه انها تبقى مجرد بتخدم موقف شهوه وتنزل تصلح بينه وبين الستات بتوعه او كده. فيعني دي ماساه. فجويريه حرام لما حصل كده وقعت في ان واحد منهم يعني من اللي سابوها السبي بتاعها في قرعه حد من الجنود بتوعه. فالمهم راح هي بنت كبير القوم، يعني هي اكبر بنت حد الرئيس. فيعني برضو الست يعني كانت عايشه معززه مكرمه، مش قادره تستوعب ان ده يبقى كده. فتخيلي المشهد بقى، يعني الكوميديا الحزينه انها راحت لكبيرهم عشان تقول تعرفه بنفسها وتقول له ده انا فلانه فلانه وعايزه اكاتبه عن نفسي. فطبعا هو عشان يعجزها اللي وقعت في قرعته عشان يعجزها، فادها كتابه عن نفسها مبلغ كبير قوي، وهم كانوا سرقوا كل فلوسها. وبالمناسبه برضو نرجع الاول، كان ايه السبب الغزوه دي؟ السبب ان هم بس ما اسلموش، يعني هو عرض عليهم يسلموا وما اسلموش. يعني المسلم يبرر يقول لك ان الرسول كان بيدافع على
عن نفسه، فاحنا عايزين دي ما كانتش غزوة دفاعية. دي غزوة وهنقولها في الفيديوهات، لان في ناس يعني يقولوها براود قوي ان يقولك ان المسلم لما يبقى قوي جيش الاسلام هو اللي بيبدا، وبتقولها بكل فخر. ايوه دي الاستراتيجيه، ان لما كان الاسلام ضعيف كانوا يعني ايه مستكنين كده، مش عايزين يعملوا مشاكل، لكن اول ما تقوى وعمل جيش من الصحابه والصعاليك والناس اللي كانوا الصعاليك، على فكره دي مش 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 بشتمهم او مش ذم يعني فيهم، لكن الصعاليك دي كانت مجموعه زي المطاريد، زي ما بنقول المطاريد الهربانين من احكام او هربانين من العداله، دول كانوا الصعاليك في الوقت دوت، استعان بيهم وعمل جيش. فنسمع كده استراتيجيه محمد في الغزوات. يا بنت الحارث، قصة جميلة جدا جدا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظروف زواجها يعني خير عليها وعلى قبيلتها كلها. قبل ما نحكي قصة سيدة جويرية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا خبر ان بني المصطلق بيعدوا العدة وجايين علشان يحاربوا النبي عليه السلام. هنا يعني في وقفة لطيفة كده، ان لما تبقى أمة الإسلام لسه في مرحلة النمو والضعف بيبقى دايما تصرفها رد فعل، لكن لما بتبقى في مرحلة القوة هي اللي بتبقى عندها الفعل. فسبق النبي وراح لبني المصطلق قبل ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحرب، نادى في عمر بن الخطاب النادي فيهم انهم اسلموا، اشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني تسلموا وتحرم منكم دماءكم واموالكم وهكذا. فرفضوا، فوثب عليهم المسلمون وثبة واحدة، مات منهم 10 وسابوا القبيلة كلها، القوم كله بتاع بني المصطلق سابوهم، بقوا سبي واسرى، ومات واحد بس عن طريق الخطأ من المسلمين. طبعا ما علقتش عشان اسيب حضراتكم تسمعوا اللي بتقوله، تعليقك يا اخت ايزان. لا، وبعدين لما تقري بقى الروايه، هي لما وقعت من نصيب ثابت بن قيس اللي هو في الروايات الاسلاميه، لما يذكروا القصه حتى تحس يا اخت نوره ما فيش شعور بالشيم، يعني عارفه ما فيش خجل. وثابت بن قيس رضي الله عنه، طب كان ايه يعني نوع الرضا من الله على ثابت بن قيس؟ ان هو كان من القراصنه اللي بيخشوا يعتدوا على الناس وياخد ستات يسبيهم ويشتهي فلانه. فالمهم بقى راحت للرسول تحكمه على انه رسول الرحمه بقى هتحكمه. فتخيلي بقى شهامه العرب وشهامه نبي الرحمه. قال لها طب وايه رايك يعني اقترح عليكي حاجه افضل من كده؟ قالت له ما هو بيكاتبني وانا معيش المبلغ اللي هو بيقوله، ما هو خدوا كل فلوسهم. قال لها لا، انا اتزوجك ومهرك يكون عتقك. فساومها، انا بعتبر ان دي مساومه، وهي حرام في موقف برضو ما هم اخذوا كل اهلها وعشيرتها، فهي انا عشان كده بسميها الضحيه. أيوة. يعني هي عملت موقف بطولي انا بعتبره اكثر رجوله من المعتدين عليهم محمد وجنوده، يعني هي كانت ارجل منهم انها تفدي كل الناس دي. ايوه طيب. كمان عايزين، انت طبعا كلمتينا، احنا قلنا ان احنا بنعرض وهنوثق، انت اديتينا تعريف عن جويرية بنت الحارث وان هي الزوجه رقم كام ومحمد اتجوزها ازاي، عشان ما حدش يقول ان انت بتقري من كتاب انت اللي مؤلفاه يا اخت زينب. لا احنا عندنا المراجع كلها. لا خلاص، مش السيره النبويه للاخت زينب، هي السيره النبويه زي ما هي في الكتب. نسمع الفيديو الثاني واسمعوا بنفسكم من الشيخ، اتفضل. الفيديو الثاني. جويرية بنت الحارث هذه من قبيله بني المصطلق، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد جيش ويريد قتال اليهود، وأسر النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الفئة 100 يعني، ولا حد حارب ولا حد راح عنده، 100 عائلة، مو 100 شخص، 100 عائلة في غزوة المريسيع. زوج أبوها أبو الحارث ابن ضرار، أسرت طبعا جويرية وأسرت 100 عائلة، 100 بيت، يعني مو 100 شخص، 100 بيت، والبيوت مليانة. والذي كانت تحت يده، يعني اللي مسكها وأسرها وأسر بيتهم، رجل يقال له ثابت بن قيس صحابي. قالت له تكاتبني؟ المكاتب وش هي؟
يعني ما تقربني وانا صرت ملك يمين اتكاتب انا اياك واعطيك فدية انا افدي نفسي ادفع فلوس وتفكني. قال اكاتبك على 100 اوقية ذهب ما تقدر تجيبها. الناس مغلوبين ابوها قائد القبيلة يعني هي ولا كانت قرية يعني هو محمد اللي عملها اما ده هي كان محمد وجيشه دي بنت الرئيس ده هي كان اسمها برة وجويرية برضو لما ترجعي في المعنى اللغوي للاسم اللي هي مصغر جارية جاية من جارية يعني فكرة ان هو حرر او بيحرر او جعل مهرها عتقها. طب هو مين اللي عملها اصلا جارية؟ مين اللي خلاها عبدة تباع وتشترى؟ لا مش هو بس كده عارفة لما يقولك في التعليم مثلا يعني اصل برضو في تعليم بتحكمنا من باب الشهامة والاصول وحتى ستي بلاش المرجعية تكون دين يقولك مثلا ده واحد مزنوق قوي وجاي لك محتاج الفلوس فما تشتريش حاجة حد مزنوق عارفة او ما تستغليش الموقف. تخيلي انت الحوار لما هي داخله للرسول اللي هو يعني منتظرة منه كل عدل ورحمة بتقول له ايه انا فلان وقعت معاه وبكتبه على نفسي فجئتك استعينك على كتابتي فقال لها فهل لك في خير من ذلك؟ أي. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال اقضي كتابتك واتزوجك. كل ده هنعرضه يعني هي رايحه دي مساومة وابتزاز لا استغلال ايوه ابتزاز او استغلال ده ابتزاز مش مجرد معايده انا هدفع لك عشان ترجعي حره لانك انت مش قابله تكوني عبده لانك اصلا بنت رئيس القبيله لكن هتجوزك. الاخ المسلم بقى اللي بيسمعنا صدقني يعني لو يتجرد من الموضوع بشكل بمنظور ديني خالص بالظبط لو الموقف بيتعاد اجتماعيا يا ستي صح. بتشوفي مسلسل اجتماعي هتقولي على البطل اللي بيمثل الدور ده او صار يعني بيستطفي الماء العكر هتقولي عليه ايه؟ لا يتصف لا باي اخلاقيات ولا باي رجوله ولا باي شهامه ولا باي وده شخص عادي لو شخص عادي ولو هنتخيل ان هو لم ياتي بمكارم الاخلاق زي ده يعني ده تصرف ما نقبلوش من شخص عادي فما بال بقى اللي جاء بمكارم الاخلاق واللي هي مش شايفينها. خلينا طب ناخد تليفون من الاخ. طيب فقدنا الاتصال يبقى ارجع تاني حضرتك. طيب عايزين بقى نوضح لهم لان ممكن يكونوا مش عارفين مبدا المكاتبه او المقايضه زي ما كنت بتقولي فنشوف في الفيديو رقم 3 مع الشيخ هو بيقول ايه. اتفضل. والمكاتبه ان ياتي المملوك الى سيده فيطلب منه ان يحرره نظير اقساط يؤديها اليه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فوافق على ذلك ثابت بن قيس. فذهبت جويرية رضي الله عنها تستعين على كتابتها بمن؟ أيوة بمن؟ بمن قاتل أباها بالأمس. راحت مش أنا اللي بمن قاتل قومها بالأمس. الشيخ قالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي الضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فأعني في كتابتي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت نعم قد فعلت. طيب ده لو تصرف زي ما قالت الأخت زينب مشهد في فيلم ولا مسلسل ولا تصرف حد أيا يكون مشهور ولا غير مشهور وسمعت الأمر ده هل هتقبله؟ وبعدين بيقول لك إيه الشيخ راحت تستعين على أمرها بمن؟ بمن قتل يعني راحت تستعين بالقاتل اللي قتل ابوها واهلها يعني جمله ما تتعداش. لا هو ابوها ما كانش لسه ابوها مشي هو وبعض من قومه كان بيحاول ينقذها. انا بقول قتل زوجها قتل زوجها هو قتل زوجها قتل بمن قتل زوجها وقتل قبيلتها. شوفي مدى الايذاء النفسي بقى كمان يعني هي ست كانت امنه ومستقره ومتزوجه ومن عليه القوم اصل الامر دخل معايا مع صفيه ما هو برده قتل زوجها دي وابوها وكل دي صفيه دي برده ضحيه كبيره هي نفس السيناريو بس يمكن الاب المره دي لا تخيلي انا قعدت بصي للموضوع يعني اعملي كده زوم اوت وبصي من بره خالص أيوة. دول قبائل وطبعا فكر سوري يعني همجي وبربري ومع ذلك اللي كانوا موجودين وبيعتدوا عليهم دول ناس يعني اصحاب ديانه سماويه من سنين يعني المكان ده كان فيه اليهود
من سنين طويله. فقعدت قلت ما عملوش حاجه. اه بالظبط. تخيل ان هو دخل عليهم قتلهم بسهوله واستولى على النساء والغنائم بسهوله. مش اليومين دول هم ما كانوش مستعدين لحرب ولا مش حاجه. مش اليومين دول بيطلعوا ناس كده ربنا يعني يفتقد حياتهم، بيدعوا النبوه ويدعوا الديانه، بنشوفهم كده يعني. فتخيلي ده فلان ساكن في نفس البلد اللي انت فيها، بس لتس سي مثلا في محافظه كذا، ايوه، وانت قاعده في المحافظه دي وفجاه لقيتي قعد جيش في حدود بينك وبينه، راح هو تخطى الحدود، راح عمل عصابه، وانت قاعده في سلام، عمل عصابه وراح جاي يتعدى عليكي في المكان اللي انت فيه وقال لك يا تسلمي يا اما هناخدكم انتوا باطفالكم وبستاتكم وبكذا بكذا. من اول حلقه في البرنامج يا اختي زينب انا قلت ان ده الغزوات دي سطو مسلح. طب ما طبعا سطو مسلح، هي طبعا سطو مسلح ومعروف اهدافها ايه، وملهاش اي علاقه بالدين ولا ليها اي علاقه بان الناس يبقى عندها مخافه الله، وده المفروض الكونسبت الاساسي اللي الدين بينزل عشانه، انه ينظم الحياه الغابه دي، يخلي فيها ادميه واكثر انسانيه، وتشز ده ما حققوش خالص الاسلام، بالعكس احنا في بقينا في القرن الكام وبنعاني من كم تصفيه الدماء اللي موجوده بسبب الكتاب الاسلامي. انت عارفه يا اختي زينب دايما يعني قولوا لنا انتوا او كنا متعلمين ان الرسول كان بيتجوز عشان يعني يالف القلوب القبائل مع بعضها، يعني يعني يبقى في نسب وفي قرب من القبائل، وانه هو يخلي الاسلام ينتشر. طبعا الكلام ده كله طبعا طلع مش حقيقي طبعا، لان احنا اتعلمنا بدري قوي قبل السوشيال ميديا والانترنت والامور دي كلها، واكتشفنا ان هو كان بيتجوز عشان نزواته وعشان شهواته حقيقي، واللي اكتشف ان ده علامه عنه عائشه. يعني عائشه هي اللي قالت له ان لما كان هيتجوز زينب بنت جاء قالت له ان ارى الله يعني يسرع في هواك بيعمل لك اللي انت عايزه. وكمان لما شافت جويريه، جويريه وشافتها جميله فعرفت ان هو قالت حيره فيها ما رايت. بالظبط ده اللي هنسمعه بقى، بس خلينا ناخد التليفون وبعدين نكمل. الاستاذ محمد من مصر، اهلا بيك. اهلا بك استاذ محمد، اتفضل. وكالعاده هنقول اسمعني من التليفون، ابعد عن اي جهاز عشان اقدر اسمعك واخد الاتصال. اتفضل حبيبي استاذ محمد. اتفضل حضرتك. سامعني حضرتك؟ سامعني حضرتك؟ سامعك يا استاذ محمد، اتفضل. هو كان الرسول كان بيتجوز عشان خاطر ان النساء دي ما يتجوزوش اليهود. لا ده تفسير جديد، ده فين ده؟ ايه ده؟ اديني بس اسم التفسير ده عشان اشتريه. ما جانيش. هم كانوا هو كان اليهود كانوا اكتر من المسلمين. فكان لما واحده جوزها بتموت كان بيتجوزها حد مسلم ان هي ما تتجوزش يهودي. زي مثلا واحده المسيحيه تنفع تتجوز يهودي؟ حضرتك هو راح قتل جوزها. حضرتك هو اللي كان بيعتدي عليهم على قبيلتها ويقتل اهلها وزوجها. لا بيقول لك الاسباب ان الرسول كان بيتجوز النساء دي عشان ما يروحوش يتجوزوا من اليهود. يعني هي متجوزه اوريدي، هي مستقره ومتزوجه وهي من نفس. طب ما احنا عايزين ده ابن عمها على فكره، جويريه كانت متجوزه ابن عمها. طب اشرح لنا اخ محمد، يعني اولا اديني بس المرجع اللي جبت منه عشان يعني العلم توقف عندي هذه النقطه، ان محمد كان بيتزوج عشان النساء دول ما يروحوش يتجوزوا اليهود. يعني هو كان عارف ان اللي اتجوزهم دول كان يعني عيشه كانت تروح تتجوز عائشه بنت ابي بكر، كانت هتروح تتجوز يهودي. حفصه بنت عمر كانت هتروح تتجوز يهودي. يعني قول لي يعني المرجع بتاعك ممكن تقرا لي نص. لا بتكلم على اللي هم كانوا متجوزين قبلها اللي هم اليهود، وهو بعد كده هو اتجوزهم. طب اديني مثال زي مين مثلا؟ لا مش شاطر حد بصراحه. اصل حضرتك بتقول فكره جديده حاساها عميقه، فانا عايزه البحث. يعني حضرتك هو تحليل حضرتك مقتنع باللي بتقوله؟ تحليل الجواز والله انا بقول لك على اللي فاهمه، ان هو تحليل الجواز ان هو اتجوز اربعه، الواحد اتجوز اربعه، ان هي ده التشريع بتاعها، مش اتجوز وخلاص، ليها اسباب. يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم على تعدد الزوجات، احنا بنتكلم على انت بتتكلمني متصل عشان تقول ان الرسول كان بيتجوز عشان كذا كذا، محمد كان بيتجوز عشان عندي سؤال اسبابه كذا كذا. عندي سؤال ليك، فاتفضلي. طب استاذ محمد، طب طلق زوجة ابنه بالتبني وتزوجها ليه؟ سامع سؤال اللي هو ابنه اللي هو كان متبنيه طلقها منه وتزوجها ليه؟
هي اوريدي كانت متجوزه. توفى؟ لا ما توفاش حضرتك. توفى ما كان. مين اللي توفى؟ مين اللي توفى؟ زيد لما قضى منها وطرا، ده حتى قران يعني، مش هنقول تفسير جديد واحاديث، ده قران يعني. ما سمعتش عن الايه اللي بتقول لما قضى زيد منها وطرا في سوره الاحزاب 37 على ما اعتقد؟ ايوه. اه ايه؟ الله 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 يا استاذ محمد، اسهل من كده بكتير الوصول ليه، ومتعفف عن اي شيء فيه مجرد شبهه. والله بيفتقدك النهارده انك بجد تسمعنا بقلبك وتتجرد من اي فكر انت بتحاول تاخد منه معلومات خاطئه بيضللك بيها ابليس. وربنا يفتقد حياتك. امين امين. يعني انا بشكرك جدا يا اخ محمد واستاذ محمد، ان يعني قلبك كده يعني عايز يدافع، زي ما طبعا بنقول قلت في اول حلقه ان المسلم عايز بس يدافع عن سيره رسول الاسلام رغم انها مكتوبه، والقران اقر على موضوع لما قضى زيد منها وطرا، وكل حاجه واضحه ومكتوبه. بعدين لو هو هيتجوزهم عشان ما يروحوش يتجوزوا اليهود، هل اللي هو اتجوزهم هم دول اللي انقذوا كل الامه الاسلاميه من ان حد منهم يتجوز من اليهود؟ يعني اقتنع بس الاول بالفكره وبعدين قولها. انا يعني حاسه ان انت اصلا مش مقتنع باللي انت بتقوله، فمن فضلك عايز يدافع. ايوه طبعا، بس لما الشخص يجي يدافع يا اخت زينب لازم يكون بمرجعيه، لازم يروح يذاكر يقرا المكتوب في الكتب وبعدين يرجع يقول. عشان انا لما اساله الكلام ده جبته منين التفسير الجديد دوت، يقول لي اقري ويكون فادني وافاد كل المشاهدين ان هم يروحوا ويدوروا على التفسير الجديد اللي لقاه الاستاذ محمد. مفيش مرجعيه. بصي، كل المسلمين بيدافعوا من باب الولاء، ولكن هو عارف كويس قوي ان مفيش مرجعيه. اللي خلى كبار الحافظين على الدين بيثوروا وبيطلعوا قرارات بالقتل وبالدم وبيسكتوا على يعني الراجل اللي قتلوه بتاع مرسى مطروح ده طلع مسؤول امني بمنتهى الفخر، قال لك اصله كان على علاقه بواحده مسيحيه، بواحده مسلمه سوري، هو مسيحي قصدي اقول، فبيطلعوا ويطلعوا مبررات. ايوه. واللي بيثوروا بقى زي يعملوا يعني ياخدوا بقى العقوبه الالهيه بايديهم، ده ياكد لك ان ما عندهمش اي حجه ولا مرجعيه. صحيح. لان طيب دين هش بالظبط. خليني طيب يعني استاذ محمد وانت بتسمعني اهديك الفيديو ده، الفيديو رقم 6، ان انت عايز تبرر للرسول انت وكل المسلمين، وانا برضو لما كنت لسه في الاسلام واخت زينب لما كانت لسه في الاسلام كنا برضو بنحاول ان احنا نبرر. لكن خلينا ناخد بقى الاجابه والسبب وراء زيجات محمد الكتيره من واحده مراته عاشت معاه. خلينا نشوف ونسمع، واسمع معانا ودقق وانت بتسمع، اتفضل. كما قلت لكم، امرأة حلوة ملاحة شديدة الجمال، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وفي حروفها رجفة المرأة الغيارة على زوجها، قالت لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت عائشة: فوالله ما إن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت منها. سامعين؟ لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة واحدة، دي شهادة واحدة كانت متجوزة محمد يا أستاذ محمد، كانت متجوزة رسول الإسلام، قالت أول ما شفت جويرية وشفت قد إيه حلوة كرهتها وغارت منها وحست بغصة، ودي لأنها واحدة ودي عارفة فكر جوزها، فأول ما شافتها قالت زي ما أنا شفت فيها هو يشوف فيها، هيشوف حسنها وجمالها وهيعجب بيها وهيتجوزها. نكمل الفيديو. السلام في السنة الخامسة يضيف إلى زوجاته جويرية بنت الحارث ابن أبي الضرار، رآها النبي عليه الصلاة والسلام ووقع ما كانت تخشى السيدة عائشة من أنها ستأخذ بنفسه. أيوة. أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كاملا في صفاته البشرية، ومن الكمال في صفات الرجولة أن يميل الرجل إلى ذات الحسن والجمال، ومن الكمال كما قال سيدنا ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، وكان رسول الله أكثرنا نساء. الحسن طيب. آسر. هو قال في الآخر هي الحسن آسر والجمال آسر، يعني محمد اتأثر، يعني كان عنده أسباب تانية غير اللي انت بتقوله وغير اللي اتقال لنا،
ان والسبب الاسباب دي فهمتها جدا من خلال معاشرتها لعائشه، وقالت له كده لما جه يتجوز زينب بنت جحش ان ايه ان اني ارى الله يسارع في هواك. قالت في الـ في الـ لما جه يتجوز جويريه ان هي عرفت ان هو هيتجوزها. هنا الشيخ قال حاجه ان الرسول كان يعني كانسان يعني ما اعرفش امال هو ايه غير انسان ما اعرفش، ان هو في انسانيته كامل الرجوله والحسن يعني ياثر فيه. طب اين يعني وسامحني يعني في السؤال ويمكن في التفسير الجديد عند حضرتك تلاقي تفسير ليه، يعني اين كانت هذه الرجوله التي ياثرها الجمال حينما كان متزوجا من خديجه بنت خويلد اللي هي ما قدرش يتجوز عليها، اللي هي ما قدرش يعدد وهي موجوده، يعني ما كانش في واحده كده عدت من قدامه يعني جميله مثلا، ولا ما شافش حد كويس مثلا ان هو ياثره؟ اين كانت رجولته الكامله وقت ما كانت خديجه عايشه؟ ليه ما يعني ما استغلش الامر ده غير بعدها؟ ده برضو سؤال فكر فيه. قبل ما ارجع بتعليق الاخت زينب على الفيديو دوت، ناخد معانا اتصال اخت نهال من لندن. اهلا بحضرتك اخت نهال. نعم يا اخت نوره، برحب بحضرتك وبالاخت الجميله زينب، بالرب يبارككم ويعوضكم تعب محبتكم يا حبايب قلبي. انا عندي تعليق وسؤال. عايزه في البدايه اعلق على موضوع الترحم اللي ماسكينه بعض الاخوه المسلمين انه لا يجوز الترحم على اي حد غير مسلم. الحقيقه احنا كمسيحيين مش محتاجين خالص للترحم لسببين. السبب الاول لاننا في المسيح مرحومون اوريدي، وتاني سبب وهو الاهم ممكن يكون صادم لبعض المشاهدين انه لا رحمه لاي انسان بعد موته. لو دفعت ملايين الجنيهات وعملت احلى القداسات والصلوات لحد مات خلاص لا منفع ابدا ولا حتى 1%. وخليني اقول باختصار لكل المشاهدين الغاليين على قلب الرب، الضمان الوحيد انك تحصل على الحياة الابدية هو مش انك تموت وانت في المسيحية، لا، لكن انك تموت وانت في المسيح. أمين. والفرق شاسع، لانه ممكن اكون مولودة مسيحية لكن لم اخذ المسيح نصيبا لي ولم اسلم حياتي لي عشان يملك عليها وما خدتوش مخلص شخصي لحياتي، فانا برضو مش رايحة السماء. الحتة التانية اللي بخصوص موضوع الحلقة، الاخت زينب قالت ان جورية بنت الحارث ازاي النبي محمد قابل احتياجها بابتزاز، ودي حاجة واضحة وضوح الشمس زي ما قلت حبيبتي. لو اتفرجنا عليها في فيلم عربي او مسلسل هنقول ايه ده. صح. للأسف بقى لما بقول الكلام ده للمسلمين حبايبي، فكان رد واحدة من اصحابي المسلمين اللي بحبهم جدا عجيب جدا، قالت لي هي طايلة انها تتجوز النبي محمد، ده فخر لأي امرأة انها يطلق عليها انها زوجة النبي محمد عليه السلام. فالمصيبة بجد انهم بيفتخروا باعمال النبي، وحتى بتقولي ده في نساء وهبن انفسهن له. فبصراحة مش لاقية للكلام تفسير او تعليق غير اني اقول ان ابليس اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح. السؤال اللي هسيبه ليكي يا اخت زينب، لما بتقولي انه قتل جوزها علشان يتجوزها هو، فهم بيقولوا طب ما انتوا عندكم النبي داوود اللي بتفتخروا بيه اللي كاتب المزامير اللي بتشعروا فيها عمل نفس العمله، وقتل اوريا الحسي وتزوج بامراته. امين امين. شكرا شكرا ليكي يا اخت نهال. طيب معانا الاستاذ شحات من مصر، اهلا بحضرتك معانا. ايوه يا فندم اتفضل. مع حضرتك اتفضل. اسمعني من التليفون بعد اذنك، ابعد عن الجهاز اسمعني من التليفون، يعني انا عايز اخد مكالمتك. اسمعني من الجهاز من التليفون وابعد عن اي جهاز. اتفضل. يعني اتكلم كده عادي ولا ايه؟ اه عادي. اه اتفضل انت معانا على الهواء. انا كده معانا على كده بكمل الاستاذة. اه معاك الاستاذة اتفضل. هو يا فندم يا فندم دلوقتي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو ما طلقهاش منه. ما هو ما طلقهاش وقتها. هي ما كانتش مرتاحه معاه. مع مين؟ حضرتك بتتكلم عن مين؟ يا فندم؟ حضرتك بتتكلم عن زينب بنت جحش وزيد صح؟ ماشي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقهاش منه. هو هي ما كانتش مرتاحه معاه.
جويريه بنت جحش وزيد وزيد بن حارثة. احنا بنتكلم على جويريه بنت الحارث بس. ماشي بس قول تعليق برضه. ما هي زوجه من زوجاته. اتفضل. انا بوضح لك بس موضوع الحلقه. لا وهو هيتدخل كأب او كحماها او يتدخل الحل الموقف بجوازه ليها. طيب سمعت الاخت زينب بتقول لك لو هو مش مرتاح معاها هل يتدخل كأب ليه ويصالحهم ولا يروح يزورها وهي كانت سافرة بعض الشيء فيا اتجوزها. انا يعني انا يعني ما سمعتش رايك كله بس انت عايز تقول ان هم كان بيهم يعني في بينهم مشاكل وما كانتش مبسوطه معاه فكان الحل ان ينزل اله القران يتعب جبريل يا حرام وينزله يقول له لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هو قضى وطرا ولا حل المشكله ولا الموضوع كان ايه استاذ شحات؟ احنا فقدنا الاتصال بيك. اذا حابب تتصل تاني اهلا وسهلا. وانا يعني مبسوطه جدا بالتفاسير الجديده اللي بتطلع. يمكن احنا لما كنا لسه في الاسلام ما كانتش لسه طلعت التفاسير دي. بس ادينا بنتعلم منكم وبنعرض لكم اللي حقيقي موجود في الكتب. عندك اي تعليق؟ والاخت التليفون هو اللي فصل. فشكرا على اتصال حضرتك. طيب الاولاني فعلا هي الجمله الشهيره جدا لما تقول لك ما هي قالتها الدكتوره هاله في الفيديو. قالت هو حد يطول؟ صحيح. يعني ده عرض رائع ان الرسول يتزوجها. ده ما تقدرش تقف. عارفه المسلسلات اللي كنت زمان اتريق عليها ما يطلعوا البطل. اي ست هتظهر في الفيلم من اول ما يبدا لحد ما ينتهي لازم تفتتن بيه ولازم تحبه. وفي مسلسلات طبعا ياما واحنا صغيرين شفناها 30 حلقه بيعجبوا بالبطل. فالموضوع يعني اقرب للدراما اللي ما تصدقيهاش. ساخره. صحيح ساخره. وبالنسبه حدث اللي اتصل دلوقتي فبيتكلم على زيد وكده. طب ما انت هتتدخل كاب او كحما يا ستي بلاش يصلح بينهم. خلاص هيفترقوا بالمعروف ويتاكد انه عدم ظلمه لحد. يعني هيقوم بالدور دور اي اب هيعمله. واعتقد لو هو يرجع للحلقه بتاعت شهرزاد لما كانت زينب بنت جحش يعني احنا متكلمين في كل الجوانب دي. بالنسبه للرد على سؤال الاخت نهال قتل ان داوود زي ما قلنا قبل كده ان داوود انسان والكتاب المقدس احنا كان ما بنخليش حد في الكتاب. ما فيش عندنا عصمه الانبياء زي ما في الاسلام. اذا كان الاسلام بيتكلم عن عصمه الانبياء طب يورينا العصمه اللي كان فيها الكتاب المقدس محمد. مفيش حد بيقرن نفسه بالله بالزبط. زي الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله. ما عندناش وضع نفسه قارن اسمه. والكتاب المقدس كله شهادات عن تجارب شخصيه مع الله ونبوات عن شخص الله وتحرير الله من الخطيه وان ناس كتيره جدا مدعوين لكن كانوا تحت الضعف في حاجات معينه واحنا بنتعلم منه عشان كده. صح. القداسه كلها في الكتاب المقدس. القداسه هي لله. الله هو القدوس. ما فيش يعني قدسيه لانسان. الانسان كل انسان بيخطا وداود كان انسان. ما حدش قال ان هو الكتاب المقدس ما قالش ان هو يعني كان معصوم. الكتاب المقدس بالعكس وصل لنا وده اللي يثبت اصلا ان بتقول التحريف. طب لو في تحريف ما كان الموقف ده اتعدل مثلا. لكن الكتاب المقدس يعني شرح لنا كل الاوضاع بمنتهى الشفافيه والصراحه وقال ان داود اخطا والدليل ان هو اخطا ان هو شعر بخطأه وتاب وكان بيبلل كل ليله فراشه بدموعه والرب استجاب توبته. لكن اللي عمل الاعمال دي كلها وما تابش ده المشكله عند حضراتكم. طيب احنا عندنا يعني عندي احنا بقينا وقت خلاص قليل لكن عندي موقف في قصه جويريه لما ابوها راح عشان يفتديها وراح يجيب 100 من الابل. يعني في دقيقه قول لنا القصه الغريبه دي. ما هو راح يبتديها فقال له هي اختارت الاحسن يعني. هو يعني عايز يخلصها وقال له بنتي لا تثبى لانه بيحاول يعرفه ايه. فقال له لا انت فين الثبية دي يعني ده هي اختارت دي في املها وراح يجيب لها ال 100 ناقه اللي مطلوبه. شوفي يا حرام عشان يدفعها. شوفي يا حرام القهر والذل واللي بيرتضي ياخد ده. انت لو وقفتي راجل غلبان في ثقافتنا الشرقيه يعني وخبطتي العربيه وتقولي له هدفع لك يقول لك مش هاخد عوض. ايوه الثقافه البسيطه. شوفي قد ايه حتى التعاليم الاسلاميه حتى دمرت الطبيعه اللي هي طبيعه الانسان اللي بطبيعته بيميل للشهامه فاهمه قصدي؟ لا ده رايح راجل يعني عشان يفك بنته غير النكبه اللي حلت على كل قابلته.
بفلوسهم بحالهم علشان خاطر يحاول ينقذها. أيوة. وهي قدمت نفسها انا بعتبر قربان. أيوة. للشيطان محمد عشان خاطر تخلص اهلها. صحيح. يعني هي بصي فيلم درامي كبير قوي. حولوها انها بقت ام المؤمنين وطبعا بلغوا البشاره ان قالوا ده زي زوجتي وازاي اسهرنا ازاي بصي البجاحه ازاي اسهرنا يبقوا في السبي. فكانت سبب بركه. ويقول لك الكتاب بتاعها يعني أي بركة الكتب الاسلاميه وهي اسيره اي بركه الكتب الاسلاميه يقول لك واثمر هذا الزواج المبارك انها كانت سبب بركه لتحرير بني المصطلق كلهم لتحرير قابلتها اللي سباها محمد وجعلهم هما كانوا اصلا احرار. لا اقفي اقفي عند خلاهم عنها. لا اخت نوره طيب. الزواج المبارك دي برضو مستفز. هو مستفز الزواج فعلا. المبارك فعلا. طيب قبل ما نفقد اتصال معنا استاذ محب من مصر اهلا بحضرتك. طب اسمعني من التليفون وابعد عن الجهاز بعد اذنك عشان بقينا ضايق ليلى. اتفضل اتفضل يا استاذ محب. يا فندم انا عايز بس اتاخر عن حاجه بس كده. ايوه هو هم لما بيصروا في الجامعه بيقولوا يعني ازواج سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد. انا دلوقتي عايز اعرف يعني هو ما بيخلف يعني ما كانش فيه خلفه خالص كان بيتجوز بس. ايوه طيب ماشي شكرا لحضرتك. هو فعلا ما كانش هو ما خلفش بشهاده يعيش له اولاد خالص. ما كانش ما فيش ولاد اللي هو القاسم وابراهيم دول ماتوا ده موضوع كبير. لكن بشهاده اله الاسلام ان هو ما كانش عنده اولاد. اما قال له ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابطر. شانئك اللي بيعايرك انك انت عقيم هو الابطر. فيعني دي اكيد هنعمل حلقه عشان كده عشان الامر دوت. لكن كمان في موضوع ابو جويريه ان لما راح يجيب لبنته 100 ناقه عشان يحررها عجبته اتنين كده. في فيديوهات معانا بس عشان ضيق الوقت مش هنقدر نعرضهم لكن ممكن ترجعوا حضراتكم للكتب. عجبه جاب 100 ناقه وهو رئيس قبيله وعجبه اتنين فخباهم. فاله الاسلام شوف بقى المعجزه شوف المعجزه فاله الاسلام قال له خلي بالك الراجل ده خبى اتنين منك. الراجل ده يعني خبى اتنين منك. فراح رسول الاسلام قال له انت خبيت مني الناقتين السمان الحلوين اللي عجبوك. قال له اشهد انك رسول الله. عجيب انا تأثرت كبير تأثرت جدا. لكن عجبني كمان يا اخت زينب موقف جويرية وذكائها. خلينا كده نشوف الفيديو رقم 8 واسمعوه كويس ويعني نستشف الذكاء منها في الفيديو ده. اسمعوا كده. أجل رحمه الله قالت جويرية رضي الله عنها مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدها. قل ابن عباس مر النبي على جويرية في مسجدها أول النهار كما بيمر على ثم مر عليها قريبا من نصف النهار. نصف النهار يعني إذا مر عليها الساعة أول النهار الساعة 6 الصبح مر عليها بعدين الساعة 10 نصف النهار 10 الصبح فمر عليها نصف النهار. فقال لها ما زلت على حالك للحين جالسة تسبحين وتستغفرين؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقوليهن؟ سبحان الله عدد خلقه 3 مرات سبحان الله رضا نفسه 3 مرات سبحان الله زنة عرشه 3 مرات سبحان الله مداد كلماته 3 مرات أي أن هذه الكلمات تعادل العبادة التي كنت بها من أول النهار. كفاية كده عشان بس بأن وقت ما فيش خالص. لكن اللي عايز يقوله الفيديو او اللي عايزه او اكتشفناه من ورا الفيديو ان كان معروف ان محمد بيمر على زوجاته بغسل واحد على كلهم بغسل واحد. فهي كانت كل ما يمر عليها يلاقيها بتصلي كل ما يمر عليها يلاقيها بتصلي. فبعدين قال لها يعني وانا كل ما اجي لك الاقيكي بتصلي اقول لك انا يعني 3 كلمات احسن من اللي انت بتعمليه ده كله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. فهو بدل يعني هو رسول ان هو بدل ده رسول بدل ما يمدحها على الصلاه والعباده. وجالها يوم الجمعه وهي صايمه انت برضو صايمه قالت له قال لها ما فيش صيام يوم الجمعه عايزه تصوم اليوم اللي قبليه اليوم اللي بعديه بس الجمعه اللي انا جيت فيه ده لا. ايوه طبعا احنا انا بعتبر ان هو بيسخر من عبادتها اولا ثانيا هي ذكيه لانها كانت بتتهرب بصراحه. لا ده تسخير تسخير دي جريمه تسخير الذات الإلهية لخدمة شهواته. أيوة. يعني لو الإنسان يتجرد ويشوف الموقف
اللي النهارده ده دعاء شهير بيعمله المسلمين في الصلاه ويتقربوا بيه الى الله. شوفوا الموقف اللي الدعاء اتعمل فيه. يعني ما خلصناش لسه قدامنا كتير من شهرزاد الاسلام, شهرين الاسلام وشهرزاداته. لكن الرب حاطط في 10 ثواني الرب حاطط على قلبي جدا جدا. يمكن كل مره بنقول كلمات ثقيله جدا, انا النهارده من اول الحلقه صدقيني والرب في ودني بيكرر من ثمارهم تعرفوهم. فانا النهارده عايزه اقول لهم تاملوا, خدوا وقت كده شفاء نفسي وشوفوا ثمارهم وانتوا تعرفوا شخص الله الحقيقي. امين امين. شكرا ليكي يا اخت زينب على النهارده, شكرا لحضراتكم على المتابعه, كل اخواتي واحبائي المسلمين. انا كنت والاخت زينب كنا مسلمين زيكم وكنا بندافع وكنا يعني عايزين ننصر دين الله, لكن نشكر رب ان في وقت صرخنا بامانه وطلبنا الله ودعينا بكل اخلاص ان احنا يا رب فعلا عايزين نعرفك ونعرف مين انت. ونشكر رب جدا لان الله امين ولا يترك نفسه بلا شاهد. اعلن لنا عن نفسه, اعلن ان هو المحبه, اعلن ان هو الخلاص, اعلن ان هو الفادي المخلص لنا, اعلن لنا الرب يسوع المسيح ان هو الطريق والحق والحياه. من فضلك من فضلك ما تضيعش ولا ثانيه من حياتك من غير ما تكون بتبحث وتتاكد ان ابديتك هتكون ابديه سعيده والخلود الدائم السعيد مع الاله الحي الحقيقي. بنشكركم على المتابعه النهارده, الاسبوع القادم حلقه جديده من برنامج صوت العابرين, انتظرونا والرب معنا. على قد ما في ايات اتمدت كان كل هدفها تسكتنا.